نجد على الاختبار الباليستي اللي يقعد 5 شهور في درج وزارة الداخلية نفهم إذن كل شيء. حين نعرف وأنه سيارة تعرف على ماتريكول نتاعها كليو كلاسيك وتتجول إلى شهرين بعد اغتيال ويقودها الدغدغي في تونس ولا تحجز ولا يقع التفتيش عنها، نفهم أيضا ما معنى هذه الإنابة الشاملة. اختبار باليستي يمشي نهار 25 مايو إلى لاهاي بثلاثة أمنيين، يتخدم الاختبار يوفا يخذو 5 نسخ من الاختبار في 5 نظائر نهار 29 مايو، ما يوصل قاضي التحقيق إلا تقريبا بعد 5 شهور. وبعد حرب كبيرة صارت ما بين وزارة الخارجية وسفارتنا في لاهاي وما بين مراسلات ومراسلات بين إدارة الشؤون الجزائرية إلى آخره، ويفيق قاضي التحقيق وأنه الملف الاختبار هذا موجود في خزينة وزارة الداخلية. مش برازار اليوم أنه لونجو في ملف شكري بالعيد مش كان في وزارة العدل، في وزارة الداخلية.